ولمناقشة آخر تطورات الأزمة في ليبيا وإمكانية عقد الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري في ظل الأوضاع الحالية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الباحث والكاتب الليبي الدكتور نزار كريكش، معنا الآن عبر الخط الهاتفي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، يا مرحبا بك دكتور. في ظل المطالبات الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات في ليبيا، هل تعتقد أن الأجواء مهيئة لإجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، أو بمعنى آخر هل تتوقع انعقاد الانتخابات؟ نعم، هو من ناحية أن الأجواء مهيئة، طبعا واضح أن نحن الأجواء غير مهيئة، ونحن نعود للانقسام، لأن كان في فهم لأن معنى التوافق على أنه تنازل من طرف لحساب طرف آخر، وليس هناك رغبة في توافق بمعنى أن يكون هناك تكامل في الآراء وأن نصل بصيغة تحفظ الوطن. فكان معسكر خليفة حفتر يريد أن يستغل أجواء السلام والاستقرار لما يحصل على ما لم يتحصل عليه عبر البندقية، إلا أن يتحصل عليه عبر السياسة، وهذا طبعا أفشل الأجواء وعادنا إلى المربع الثاني، حيث هناك انقسام، هناك برلمان يتبع لحفتر، وهناك حكومة يعني تحظى بشرعية دولية ولكن لا تسيطر على كافة البلد ولا تخضع لها مؤسسات الدولة. فهذا نفس المشهد تقريبا اللي كان موجود في 2017-18-19 واللي بعدها انتهى إلى حرب طرابلس. نعم. من ناحية هل ستجرى الانتخابات؟ ستجرى الانتخابات. لماذا؟ لأن المجتمع الدولي يصر على هذه الانتخابات، وأن هناك ضغط في كافة الجوانب على هذه الانتخابات، ولكن لن تكون انتخابات نزيهة ولا شفافة. نعم. وهذا يدفعنا للسؤال التالي عن المناطق التي ما تزال فعليا خارج سيطرة الحكومة، إلى أي مدى يمكن أن تشارك في العملية الانتخابية وتكون عملية نزيهة تحمى فيها الأصوات إلى آخره مما تعرفه؟ الإشكال أنه هو يعني حيكون صعب، ممكن حيخرج حفتر في لحظة من اللحظات ويقول يجب أن تكون هناك انتخابات، وأنه هو سيؤمن هذه الانتخابات ويحاول أن يسعى جاهدا أن يحظى بشرعية الانتخاب بأي طريقة. وهذا ما حدث يعني في كثير من التجارب، منها في نيجيريا عام 1991، منها في انتخابات التي حدثت في ليبيريا عام 96 و2003. كل هذه هي كانت انتخابات في أجواء عسرة وأجواء صعبة، والمجتمع الدولي بالنسبة له يريد أي شرعية انتخابية، ويسعى كل الأطراف للوصول إلى الحكم بطريقة يعني ظاهرها انتخاب وباطنها استخدام لمأساة الوطن من أجل الوصول إلى السلطة. نعم. هذا ما يسعى إليه حفتر، سيسعى أن يكون هو المسيطر على الشرق، يضغط على كل الأجواء، يحبط الحكومة، ويبدأ في الضغط بأنه هو يريد الانتخابات. فبالتالي من خلال القوة الناعمة، اللي هي ليست قوة ناعمة إنما هي قوة سياسية، الآن يستخدم فيها العسكرة من تحت الطاولة، يستخدم في العنف من تحت الطاولة، مثل ما حدث مع البرلمانيين، مثل نعم. إرهاب المنطقة الشرقية، للوصول إلى ليس للحرب في حد ذاتها، إنما للوصول للانتخابات بأي طريقة، يعني كمن لاعب يلعب في مباراة يريد أن يضرب الجميع فقط للوصول للهدف، والحكم غير مبالي، يريد المباراة أن تنتهي وكفى، يعني كما هو المجتمع الدولي هو الحكم. يعني على ذكرك المجتمع الدولي دكتور نزار، المجتمع الدولي المعني بعقد هذه الانتخابات، هل هو قادر بالفعل على يعني حمايتها حتى النهاية والحفاظ على نتائجها، وقادر على الضغط على جميع الأطراف بحيث أن يعمل الجميع مستقبلا بعد انتهاء الانتخابات بصرف النظر عن نتائجها لمصلحة البلاد؟ لا يبالي بأن تكون نزيهة وشفافة، ولا يبالي أيضا حتى إذا كانت مؤمنة أو لا، سيجد ستصدر بعض التقارير من المنظمات الدولية بأن الانتخابات لم تكن نزيهة، لكن بمجرد أن تكون ديفاكتو واقع على الأرض أنها أجريت انتخابات وهناك حاكم جديد في ليبيا، سيتعامل معه المجتمع الدولي مهما كانت هذه النتيجة. القصة كلها بأن يكون هناك أي شرعية انتخاب تمكن للمجتمع الدولي من التعامل مع المؤسسات النفطية في ليبيا، لأن هي الأموال الليبية في النهاية حسب تخرج في المجتمع الدولي، فهو يسعى للانتخاب بأي طريقة كانت ولو كانت على حساب النزاهة والشفافية. لكن هذا طبعا سيناريو صعب، لأن لو أجريت الانتخابات قسرا ومررت يعني مرورا عسرا وبدون أي معايير، فممكن أن يتحول المشهد إلى العنف ثانية، وهذا ما لا نتمناه. نعم. طيب، بالنسبة لخليفة حفتر ومحاولة إعادته بزي مدني هذه المرة، ما التدابير المتاحة لدى الحكومة ولدى الأطراف المختلفة لعدم
يعني وصول حفتر مرة أخرى إلى المشهد بالزي المدني؟ طبعاً هو أنصار الدولة المدنية كان موقفهم واضح، أوقفوا حتى في جنيف الكل كان مجمع لا نريد حكم معسكر ولا نريد لمزدوجي الجنسية العملاء الأمريكا أن يحكموا ليبيا ولا نريد حفتر، هذا كان واضح وقولا واحدا لدى الجميع، لأن هذا يعني هو الذي أصيلت بسببه الدماء في طرابلس، وهذا الذي سيؤخر ليبيا إلى 40 سنة كعقود القذافي. فكان الموقف واضح، لكن هل ترجم هذا الموقف إلى مشروع سياسي تتحد فيه الأطراف؟ هذا هو المشكلة الحقيقية في المنطقة الغربية. نعم. طيب هل تعتقد بأن الأطراف الإقليمية العربية معنية في يعني حدوث الانتخابات واستقرار الأوضاع في ليبيا؟ وللأمانة في يعني المنطقة العربية كانت جيدة، موقف المصري كان جيد، مصر الآن يعني عندها مشكلة سد النهضة، تونس كانت موقفها جيد الآن عندها مشكلة كورونا، المغرب تحاول أن توفق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، لكن يبدو أن الآن في حالة سيولة حقيقية للمشهد، لأن كل ما نتقدم خطوة للأمام نعود إلى الخلف من خلال أولئك الذين يرغبون في الانقسام السياسي هم من أنصار حفتر، فبالتالي هذا المراوحة في المشهد تجعل الدول حتى خاصة العربية من الصعب أن تبني سياسة طويلة الأمد، لذلك هي متقلبة بتقلب المشهد الليبي، لأن الدول العربية ليس المؤسسات القوية في سياساتها الخارجية، لكن المجتمع الدولي حدد خيارات وهو الانتخابات بغض النظر عن كل ما يحدث، وسيضغط على كل كافة الأطراف حتى يدخل في مرحلة جديدة. نعم. مهما كانت هذه المرحلة. شكرا دكتور نزار كريكش الباحث والكاتب الليبي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.